All I got is so bad, broke my broken will and I can't go. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ريدمشن توزي اللهب. طبعا في هذا المقطع راح نتكلم عن مجموعة من فعاليات عالم ردد ريدمشن 2. انه زي ما تعرفون عالم اللعبة مليء بالفعاليات، منها اللي يخوف، منها الرهيب، منها اللي يضحك، منها اللي يخليك تتساءل. فتعالوا سويا نخش في المقطع. في احد اللقطات وانا امشي في عالم ريد ديد ريدمشن صار لي هذا الشيء الغريب. زي ما شفتوا في شخصين، الشخص الاول قال لك انه يبغى يجرب السلاح الجديد، لكن ابدا ابدا الوضع ما كان جيد وانقلب لمأساوي وفجر جبهة خويه، وللأسف خويه مات زي ما شفنا. وشرطة مدينة رودز ابدا ابدا ما خلوا الموضوع يمشي سهالات، على طول على طول داهموا هذا الشخص وقتلوه زي ما شفنا. يعني انت يا اخي ما تعرف تستخدم السلاح، لا تهاي يا ابن الحلال. في احد البيوت الغريبة اللي بالقرب من مدينة الفان هورن، لما تخش لها هذا اللي راح يصير. You ain't scaring nobody. زي ما شفتوا شخصين، الظاهر انهم كانوا سكارى او انهم كانوا ميتين من وجهة نظر ارثر مورغان، فارثر قرر انه يشيل الفلوس لانه كان مبلغ نوعا ما كبير. لما ارثر مورغان شال الفلوس على طول قاموا عليه وهاجموه وقامت مضاربة قوية وانتهى المطاف بمقتل الاثنين وارتكاب جريمة في هذا المكان زي ما تشوفون. ما اكذب عليكم صراحة، اول مرة لما نطع لي هذا الشخص صراحة خرشني ويعني خلاني اقوم عليه اجلد وجلد، لانه طريقة ما قام كذا طريقة يعني هجومية درجة اولى، صراحة شيء غريب جدا في عالم ريد ديد ريدمشن. This ain't how it looks. I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. So, what's your plan anyway? Plan? Plan not to get caught. Now shut up. Hurry up. You best give us some room, partner. Hell of a business.
زي ما شفتوا خطة جهنمية عشان يقدرون يهربون من العدالة، لأنه زي ما تعرفون في أمريكا إذا كانت عندك جريمة صغيرة أو يعني جريمة ما تحتاج أنك تسجن عليها، يودونك تسوي عمل معين في المدينة، إذا سويته يخففون عنك الحكم أكثر وأكثر وأكثر. لكن هذولا يعني ما أدري صراحة من وين يفكرون، يعني قتلوا الشرطيين زي ما شفتوا وعلى طول هربوا. طبعا اثنين قدروا يهربون، واحد ما قدر ومات زي ما تشوفون. طبعا انت لك الخيار الاول والاخير في الموضوع، ترى تقدر تقتلهم، تقدر تربطهم، وتقدر تمنعهم من الهروب، او حتى ممكن تقدر تتكلم معاهم وتعاتبهم على فعلتهم. تعالوا نسمع سويا. This ain't how it looks. I can't believe that worked. Yeah, well, we don't got time to celebrate. Come on. You best give us some rope, partner. Hell of a business. Law's gonna be out for you, you know. Leaves me one better than a chain gang. I'll take my chances. They catch you, things might get rough. They like to make examples. Yeah, well, decision's been made, hasn't it? And what about the dogs? Law loves those dogs. Why are you saying all this? Leave me be. طيب لو قابلت هذا الشخص فأنت واحد محظوظ. I hope you ain't looking for gold, partner. I ain't seen so much as a fleck round here. Hey, give me some goddamn space here, will you? Just curious is all. No need to get rattled. All right, here we go. Here we go. Come on, let the wolf see the rabbit. Well, that sure looks like another pile of shit crumbs, don't it? Let's give it some of the magic touch. Come on now. Yeah. Something. Anything. I'll take a cigarette butt at this point. I'm being nice to you, so be nice to me. Wait a damn second. Look at this. Oh, who's got gold? Who's got gold? Woo-hee, I got some gold. Look at this, baby. Guess you found some after all. Good for you, friend. Yeah, barely size of a pebble. Don't know why I got so excited. Wait till Tex sees this. Oh, the look on his face. زي ما شفتوا الشخص يعني نوعا ما كان متوتر بمجرد ما قربنا منه. بعدها قال انه ترى يا آرثر مورغان لو كنت تبحث عن ذهب في هذا المكان ترى ما راح تحصل، لا تعب نفسك يعني. وبعد فترة حصل له قطعة ذهبية وكان فرحان مرة، ويعني نطنط وقاعد ينقز في كل مكان وكان يغني وزي كذا، يعني كان جدا جدا مبسوط. طبعا انت هنا الان مخير، يا انك تاخذ القطعة الذهبية اللي حصلها عن طريق انك تربطه او انك تقتله، او انك تخليه يروح وهو فرحان بقطعته الذهبية. طبعا من وجهة نظري انا صراحة ومن رأيي انا صراحة اخليه يروح، لانه يعني فرحته جدا جدا ما هي طبيعية وكان جدا مبسوط، فخليه يرتاح بيها وينبسط فيها. لكن اذا كنت شخص عفريت وتبغى هذه القطعة الذهبية فتقدر انك تربطه وتاخذ اغراضه، وفعلا راح تحصل معاه جولد ناجت او قطعة ذهبية، وراح تحصل معاه مجموعة من المجوهرات القيمة
جدا. طيب شاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن إيش أفضل لقطة عجبتكم من مقطعنا لليوم. بالنسبة لي أنا صراحة الشخص اللي حصل ذهب كان فرحان جدا ونقز، هذه صراحة أفضل لقطة عندي. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة، حطوا لايك ليجيكم هدى الآن ندمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.